جديد مشاهدينا ومستمعينا، ننتقل الآن مباشرة إلى الكويت. معنا من هناك البروفيسور طارق الحبيب. طبعا اليوم سنتحدث عن إدارة الأزمات وعن النفسية بشكل عام. مساء الخير بروفيسور، ويعني هالمرة أنت اللي طولت علينا مش إحنا اللي طولنا عليك. مساء الخير لك أستاذة، مساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. يعطيك ألف عافية، ونتمنى يكون لقائك كان جيد أيضا وممتاز كما هي العادة في كل إطلالاتك في قناة الكويت. بروفيسور، يعني بداية سنبدأ من الأخبار المحزنة التي توالت خلال هذا الأسبوع، يعني وأنت عالم بها طبعا. كيف يستطيع الإنسان يعني عندما يمر في تجربة صعبة، حين يتحول الفرح إلى ترح، حينما يستفيق على صوت انفجار وشيء أشبه بالزلزال يعني على مقياس ريختر فوق 2 درجتين، يعني كيف ممكن أن يعني نمتص هذه الأمور نفسيا؟ في البداية أتقدم بالتعازي للمجتمع السعودي ولأهالي الضحايا على هذه الأحداث التي حدثت سواء في بكيك أو في الرياض. ثم أقدم أجمل تحية وأرقاها وأنبلها للشباب السعودي الذين قدموا أنفسهم تقدمة رائعة في عملية الإنجاد والإنقاذ، رغم أن بعضهم أو ربما كثيرا منهم لم يتم تأهيله على فن إدارة الأزمات أو إدارة الطوارئ. كان قديما في العلوم هو استراتيجيات الحروب أو غيرها، والآن تطور الأمر للحديث عن استراتيجية الأزمات، لأن الأزمات قد كثرت. قديما كانت حربا وتنتهي، أما الآن فهي أزمات متلاحقة. نشأ في علم النفس هذا العلم وكبر وأصبح له مختصوه بشكل كبير. حينما تحدث أزمة هناك تغيرات نفسية تحدث على مستوى الفرد، وتغيرات نفسية تحدث على مستوى الجماعة، وتغيرات نفسية تحدث على مستوى الوطن. كان لزاما أن يعرف الإنسان ما هي هذه التغيرات التي تحدث للإنسان ذاته بشكل عام، ولك أنت بشكل خاص أيها الإنسان، فلكل نفسه ولكل بنيته الشخصية. المجتمعات أيضا لها ردة فعل. ما هي ردة الفعل؟ كل مجتمع له سماته. بعض المجتمعات شكاكة، بعضها قلقة، بعضها مزاجية، فإذا جاءت أزمة هذه السمات تظهر بشكل كبير. ولذلك المجتمعات الشكاكة إذا صابتها أزمات تجد وقت الأزمة يبدأون يشتمون بعضهم، وكل يتهم نوايا الآخر. لماذا؟ لأنهم قبل الأزمة هم شكاكون. المجتمعات القلقة حينما تأتي أزمة تجدهم خائفون. لماذا؟ لأنهم قبل الأزمة كانوا خائفون. عند الأزمات أمران أساسيان، هناك الإدارة القريبة وهناك الإدارة البعيدة. حينما تأتي الأزمة، الإدارة القريبة كيف ننقذ ما يمكن إنقاذه، والإدارة البعيدة كيف نعمل على أسباب ذلك الشيء والوقاية من عدم حدوثه. ما حدث في الرياض بالأمس، كثير من الناس في تويتر تكتب محاسبة الجاني، محاسبة المقصرين، محاسبة كذا. ليس وقته على المدى القريب، إنما على المدى البعيد. المدى القريب كيف نوفر الدم للمصابين، كيف ننقل المصابين، كيف نحمي الدوائر الحكومية أو الخاصة القريبة. هذه الإدارة القريبة وفضلا عن الإدارة البعيدة. يعني ناهيك أيضا بروفيسور عن من قاموا أيضا بإثارة البلبلة والشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا نستطيع أن ننكر أنها تؤثر على مسار حياتنا اليومي. يعني حتى هنا في قسم الأخبار كنا نتلقى بالأمس يعني اتصالات مهولة يعني بالواقع، حتى قدرنا أنه يعني نتأكد من ما كان في أي تصريح رسمي، لكن يعني اتصلنا في طبعا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني. يعني البعض حاول انه يثير البلبله. لماذا دائما هناك في اي مأزق او اي مشكله او اي ما بدي اسميها كارثه يعني، لكن اي شيء يحدث لازم يكون في ناس تثير البلبله، تثير الشائعات، ونحن نروج لها بزياده؟ يعني ليه؟ كما قلتك، أثناء الضغوط السمات الشخصية لدى الفرد تظهر بشكل كبير. فمثل الإنسان الإجرامي في شخصيته أثناء الضغوط يمارس إجراما أكثر، القلق يكون أكثر توتر، الشكاك يبدأ ينطلق الشائعات الشكاكة لأن شخصيته يكون أقل تحكما فيها فتنطق بهذه الطريقة. أريد مقارنة بسيطة. في أمريكا انطفأ الكهرباء 10 دقائق أظن في لوس أنجلوس، حدثت 10,000 سرقة. فمن الطبيعي أثناء الأزمات أن أصحاب الشخصيات الإجرامية، وهم في كل مجتمع حتى في مجتمع المبكر من المجتمعات الفاضلة والقرون الفضلة هناك من الناس ومن ذكرهم التاريخ، هؤلاء ينشطون أثناء الأزمات لأن سماتهم تنشط، وأصحاب النفوس الطيبة ينشطون أثناء الأزمات. فمن الطبيعي أن يكون هناك شيء من العبث.
لماذا ينقل العبث أكثر من سواه؟ المجتمعات النقية النظيفة التي تستغرب العبث وتستغرب الجريمة تنقلها لأنها لم تعتادها. ولذلك من رأى في تويتر السعودي ظن أن ما حدث حول الناقلات أن الإجرام كان كله هو السرقات. لماذا؟ من البعد النفسي، إن كنت أفهم في نفسيات الشعوب، يستنكر المجتمع السعودي هذه الحالة من عدم الرقي. فلذلك إذا رآها ضخمها، ليست شائعات وإنما استغراب. ولذلك أنا لما سمعت ذلك فرحت فرحا كثيرا، ليس حالات السرقة وهي نادرة جدا، وإنما فرحت لاستغراب الناس لها أن المعدن الطيب ما زال مستمرا. ما شاء الله. أحد طبعا المشاهدين يسأل أنه عندما يعني يسكن الفزع والخوف ونصبح نخاف أن نظهر إلى الشارع بسبب هذه الأخبار مثل انفجار الرياض بالأمس، كيف ممكن أن نعيد الثقة؟ يعني هو الكومنت طويل بس ممتاز. يعني هناك الفزع بالخوف. تفضل، أنت فهمت السؤال. هناك الفزع وهناك القدرة على الإرادة. إن كان الفزع أعلى من القوة على الإرادة فإن الإنسان تحدث عنده درجة من عدم المعاوضة ويتعب ذلك الإنسان. وإذا كان القدرة على الإدارة أعلى فإنه يستطيع أن يسيطر على نفسه. إذن هي معادلة. هذا الفزع كيف أتعامل معه؟ هناك إدارة للفزع سأخبرك لها. إدارة ذلك الفزع كيف نقدمها؟ أنا هل الإدارة الروحية أقوى من عندي ذكر الله سبحانه وتعالى وكذا؟ إن كانت أقوى أستخدمها. ما كل مسلم الإدارة الروحية تؤثر عليه. بعض الناس أثناء الأزمات لا يعرف الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مش ما يحب الله ورسوله، لم يتدرب على استخدامهم للأزمات. ولذلك وقت الأزمة ربما استخدام الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس لا يفيده شيئا، ليس عيبا فيهما، استغفر الله، إنما في طريقة تلقيه. إذا ما المهارة المعينة أو الطريقة المعينة لتناسبني؟ ربما أخذ شاور، ربما أمشي مع صديق، ربما كذا. ما المهارة أو الآلية أو الطريقة أو السلوك اللي يناسبني هو الذي يخفف عندي. أنا أتكلم عن المدى القريب، وإلا علم إدارة الأزمات وتدريبه أمره طويل. لكن نحن الآن في أزمة. ربما يسمعني بعض بناتي وأولادي ممن أبيوتهم حول التفجير في هذا الأمر. هذا جانب المخفف. الجانب الثاني، بعض الناس يصيبه اضطراب ما بعد الصدمة، وهو مرض نفسي معروف وقد يحدث. وقد قلت لعيادتي بالبارح افتحوا مجال لهؤلاء الاستشارات عبر الهاتف، وأدعو زملائي في عيادات الرياض كلها الحكومية والخاصة أن يفتحوا خطوطا ساخنة للناس للاستشارة حتى يطمئنوا. ما هو أعراض هذا؟ ثلاثة أعراض. أولا، شريط الحادث أو صوت التفجير يكون موجودا على الدوام في ذهن ذلك الإنسان، تجنب سماع أي شيء عن الحادث أو رؤيته أو المرور منه. الأمر الآخر، حالة عالية من الهايبر أراوزل أو القلق أو التخوف، يكون الإنسان خائف على طول. إذا وجدت هذه يجب المسارعة في العلاج بجلسات نفسية. نعم، وأحيانا قد نطعمها بالدواء. إذن نعم، إحنا انتهى الوقت، يعني ضل معنا حوالي يمكن 20 ثانية وننهي ننتهي الوقت بشكل عام. أشكرك كل الشكر على هذه طبعا اللفتة وهذا الكلام الطيب. شكرا جزيلا لك بروفيسور طارق الحبيب، كنت معنا مباشرة من الكويت هذه المرة. أنتم مشاهدينا ومستمعينا، فإن شاء الله سيتجدد اللقاء الأسبوع المقبل، ما تنسوا يوم الخميس بإذن الله. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم، وإلى اللقاء.